احنا مباشر على الهواء. لما بلغت الرئيس الحريري انه في مقاطعة اعلامية لنقل مقابلته بلبنان، شو كان رأيه؟ يعني لما قلتي له انه كذا تلفزيون قاطع نقل هيدي المقابلة، عرفنا انه في تلفزيونين نقلوها بس، MTV وفيوتشر، وبقرار من حظنا طلع لنا اودينس عالية. بقرار قد ايه عملتوا اودينس ليلتها؟ بعتقد 38 سمعت او شيء. انتوا غير على غير اشال بتشتغل؟ ما بعرف، ما بقى مني اكيد، بس انه سمعت شيء يعني. كلود صباغه كانت مبسوطه كثير انه ما شفت هيك اودينس. طلع ايه اوكي عظيم. ما حتشوفي بقى. لا بتشوف. اخر مره. ف كنا نحن ضيعتيني، شو كنت عم بسالك السؤال. كنا عم بنقول انه انت بهيدي المقابله ولا محل حدا اخذ لي تليفوني ولا مطرح من المطار، ولا مره حدا اخذ لك تليفونك. بس كمان لما بلغتي للرئيس الحريري انه العماد ميشيل عون فخامة الرئيس هو اللي أعطى الأوامر بعدم بس مقابلة سعد الحريري على تلفزيون، أنا بعتقد كانوا متوقعين هيدي عن جد تحليل. وقلت لك لما التحليل بيكون شوي منطقي رح أقول لك إيه. أنا بعتقد كانوا متوقعين مقابلة يطلع الرئيس سعد الحريري فيها يضرب إيران ويهشم بحزب الله ويقول التسوية خلصت ويمكن يتعرض للعماد ميشيل عون. بعتقد كانت توقعاتهم أنه الرئيس الحريري هو غير إنسان، هلأ حيطل بغير. أنا كنت متوقع شيء من هالنوع صراحة، حبقول لك. حتى أنا يعني توقعاتي كانت أنه طالع من السعودية بالظرف، معروف قدي التنشن بين السعودية وإيران قوية، أنه رح يطلع بشيء يعني. حتى أنا لا متعب. ما كان منهار، كان متعب. ايه حدا تعبان. انا ما قلت منهار، انا قلت كان منهك. سوري انا سمعتك غلط. كان متعب، كان متعب وضعفان ومزحت معه. سريعة. قلت له عامل رجيم. سريعة يعني بتحسي شوي دبريمي. ضحكت انا وياه، مرقت لك نكته كثير حلوه بعد ما قلتها. ايه انه مزحت انا وياه، بعدين قلت له انه بشو؟ شيء بمعنى انه ظابط معك الرجيم او شيء هيك. ضحكنا وضحكنا. تنهد التنهيدي الغريبة لما قلتي له انه خلصنا المقابلة، وكأنه كان في جبل على كتافه وراح. وحتى لما جيتي بدك تمددي 5 دقائق طلب انه عدم التمديد. بس نحن مددين قبل. ايه؟ ما بعرف قدي، لانه قبل كان انه قدي طول المقابلة. قلنا بنعملها 45 دقيقة، بعدين قلت لهم لا بعتقد اطول ساعة احسن تكون ساعة المقابلة، عرفت كيف؟ فهيدي اللي كنا عم نحكي فيها نحن ك مجموعة كتير صغيرة. بالآخر قلنا إنه خلينا نشوف. بالآخر هيدي منا مقابلة عادية، هيدي مقابلة استثنائية.